السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، اليوم هو 30 رمضان، آخر يوم من شهر الصيام. إن شاء الله ربي يقبل منا ومنكم أجمعين، آمين يا ربي. في بعض الأحيان وإحنا في موسم التطريد يا إخواني، البعض يشوف مثل هذه الظاهرة أمام الصندوق تاعه، فيجد أن النحل يطير بكثافة كبيرة جدا ويحدث صوت يعني أزيز مرتفع، فيعتقد أن الخلية تطرد. لا، هنا هذا ماهوش تطريد، لأنه لو نلاحظوا صحيح أن النحل راهو يخرج، لكن شوفوا النحل ها هو راهو يخرج يطلع مع الحائط تاع الصندوق ثم يطير في السماء، لكن بسرعة يعود إلى الخلية. لاحظوا شوفوا هنايا، تحس أن النحل يتوقف نوعا ما في السماء هكذا وهو متوجه إلى الصندوق، ثم يحط ويدخل، وتبقى العملية متكررة لمدة 5 دقائق، 10 دقائق، في بعض الأحيان حتى 20 دقيقة، ثم النحل يهدأ. غالب الأمر هذه الظاهرة تحدث في المساء، يعني بعد وقت العصر هكذاك، بعد الظاهرة حتى لنهاية اليوم تجد أنه الصندوق أو بعض الصناديق تعمل هذه الظاهرة. إذن هذا موش تطريد. في بعض الدراسات وبعض المواضع تقول أن النحل الصغير في السن، النحل الذي فقس مؤخرا، ما يخفى لكمش أن النحل في بداية عمره كل أعمال تاعه اللي يعملها تكون داخل الخلية، يعني ما يخرج من الخلية، لكن لما يلحق حوالي شهر في عمره يبدأ يخرج إلى المرعى، وتبدأ هذه آخر عملية يقوم بها، يبدأ يجيب الماء ويجيب الرحيق ويجيب حبوب اللقاح من الخارج ثم يموت. يقول لك أنه أول مرة النحل يخرج إلى الخارج ويتعرف على المنطقة المحيطة به تحدث هذه الظاهرة، يعني الدراسة تقول هكذا، يعني ما الله أعلم إن كانت مثبتة أو لا. التطريد يا إخواني، النحل يبدأ يخرج بسرعة مثل البرق أو مثل الرصاص، متجها إلى الأعلى إلى السماء، ويبدأ يتجمع في السماء، يعني ما يعاوش يرجع للخلية. وعملية التطريد تكون يا ربي دقيقتين 3 دقائق فقط تنتهي، مش مثل هذه الظاهرة كما أسلفت تبقى حتى 20 دقيقة أمام الخلية. المهم هذا كان إخواني، إن شاء الله تكون الصورة وضحت ونكون وضحت لكم الفرق بين عملية التطريد وبين ظاهرة خروج النحل الصغير من الخلية ورجوعه إليها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.